نذهب مباشرة وبشكل سريع إلى الإسماعيلية والزميل محمد رياض من أمام المستشفى العام، وآخر لاستعدادات لحفل افتتاح قناة السويس. إليك محمد، تفضل. مساء الخير عليك محمد. يعني لا تزال الاستعدادات داخل محافظة الإسماعيلية للاحتفال الكبير الذي سيقام بعد ساعات قليلة، حالة من الاستنفار بتشهدها المؤسسات الخدمية والطبية مع الاستعداد لهذا الاحتفال الضخم. نحن الآن بنتواجد داخل المستشفى العام بالإسماعيلية، حيث هناك حالة من الاستنفار بين الأطباء وبين أطقم التمريض. هذا المستشفى الذي يضم أكثر من 400 سرير بالفعل جاهز تماما لاستقبال هذا الاحتفال الكبير وجاهزية المستشفى إذا كان في حالات لا قدر الله إصابات أو حالة من العمليات أو حالات بين المواطنين إذا كان هناك أي حالات. يعني محمد، معي الآن الدكتور حسين مصطفى مدير المستشفى العام بالإسماعيلية، ومعي الدكتور وليد نصار ودكتور عماد عثمان الوكلاء. برحب بحضرتك دكتور حسين. أهلا وسهلا. عايزين نسمع من حضرتك على مدى جاهزية المستشفى لهذا الاحتفال ومدى جاهزية لاستقبال الحالات إذا كانت هناك حالات طارئة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم وقناة الحياة. الهيئة المستشفى على قدم الوثاق بفضل الله أن احنا نكون جاهزين تماما، ونتعشى من الله سبحانه وتعالى أنه ربنا ما يجيبش أي مشاكل إن شاء الله. المستشفى مجهزة في جميع أقسام الطوارئ وكل الأقسام بالمستشفى بكامل طاقتها من أطباء وتمريض وفنيين صيانة وفنيين طبيين، وكل خدمات المعاونة موجودة في المستشفى على قدم 24 ساعة. أقسام الطوارئ على أعلى مستوى تجهيزا بتعليمات من السيد رئيس الوزراء، كان موجود طبعا مع دورة رئيس الوزراء ومعالي وزير الصحة والسيد وزير المحافظ وكيل وزارة، والناس كلها متعاونة ومعانا جدا 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 يعني. طيب دكتور، يعني رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب كان منذ ايام قليله هنا في المستشفى، اهم التوصيات اللي قالها لحضرتك؟ المهندس ابراهيم محلب تشرفنا للمستشفى به مرتين في خلال 15 يوم، المره الثانيه كان يعني ابدا يعني انبساطه وارتياحه للمجهود اللي مبذول بالمستشفى وتوصياته يعني للخدمات الطبيه لكل الناس. الحمد لله ما كانش في شكاوى من الجمهور. نظافة المستشفى وتوصية للسيد الوزير المحافظ بالتعاون معنا لنرجع المستشفى مستشفى نموذجي يحتذى به في كل المستشفيات على مستوى كل محافظة، لازم يكون فيها مستشفى على قرار المستشفى بتاعنا إن شاء الله. طب يا دكتور، بالنسبة للورديات مدى جاهزية الأطباء بالنسبة للورديات، وخاصة المستشفى ضخم وبيستقبل عدد كبير من الحالات، هل تم التنسيق لذلك؟ طبعا في تنسيق ما بين الوزارة، وبالفعل من امبارح في عندنا فريق كامل من الرعاية العاجلة موجود ومسكنينه في المستشفى بعدد أطباء فوق ال 50 طبيب في مختلف التخصصات، وتنسيق مع إدارة الجامعة، هي برضه رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعة الأستاذ الدكتور هاني دمياطي، والحقيقة موفر لنا برضه ثلاث أطقم من جراحة صدر وقلب ونيورو سيرجري. المهم إن كل التخصصات الحمد لله 40 متواجدة حاليا بالمستشفى وأوريدي موجودين، يعني مش لسه هنستدعي حد ولا نجيب حد ولا حاجة. تمام.